آخر خبر كان في وفد برلماني الحقيقة برئاسة النائب سليمان وهدان وكيل المجلس، زار محافظة مطروح نص شهر مارس اللي فات في إطار زيارة عدد من المناطق الحدودية. اللجنة كانت وضعت عدد من التوصيات لتطوير محافظة مطروح، زي إنشاء جامعة في محافظة مطروح، استكمال مشروع ترعة الحمام، حل مشكلة الصرف الزراعي بمنطقة سيوة، وكذلك حل مشكلة الصرف الصحي في عدد من القرى. تم إدراج توصيات اللجنة في مضبطة جلسة المجلس ومخاطبة الحكومة لمعرفة ردها، واللي قامت ممثلة في وزارة التنمية المحلية بالرد على كل ملاحظات اللجنة بعد حوالي 7 شهور من الزيارة. مزيد من التفاصيل حول رد اللجنة معانا على التليفون سيادة النائب سليمان فضل، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح. سيادة النائب برحب بحضرتك. أهلا بقناتكم الكريمة اللي دايما بتهتم بمطروح وقضايا مطروح والمحافظات الحدودية. اهلا بيك يا سياده النائب. سياده النائب، يعني وزاره التنميه ردت عليكم في 7 شهور، قالوا لكم ايه بقى؟ والله طبعا التقرير كان اتعرض في اللجنه، الجلسه رقم 62 من جلسه المجلس كانت بتاريخ 10 مايو 2016. اللجنه طبعا كانت هي اللجنه رقم 6 واللجنه السادسه من لجان التشكيله اللي شكلها المجلس للزيارات الميدانيه، كانت بتاريخ 16/3، والرد جالنا بتاريخ 30/8/2016 زي ما سيادتك اوردت. الرد جه بعد قرابه الاكثر من 3 شهور، وكانت الردود بالنسبه ل يعني الردود جايه من خلال الوزاره ارسلت للمحافظه عندنا وتشوف المحافظه عملت ايه في هذه الموضوعات، في حين ان كان المشكله مطروحه من خلال لجنه مجلس الشعب اللي جات لزياره المحافظه تعتبر من خلال الجهازين، من خلال الجهاز الشعبي الممثل في النواب والمواطنين وشكواهم، ومن خلال الجهاز التنفيذي اللي كان بيطرح برضه نفس المشاكل وبيقولوا ان هو تواصل مع الحكومه، الا ان الموضوعات متروكه في الادراج. وكان على رأس هذه الموضوعات فتح طلبات الشراء وتقويم أوضاع الحائزين اللي هيعود على خزينة الدولة بمبالغ طائلة وتصل إلى مليارات الجنيهات، ومهدرة ومتروكة لأن الناس قاعدة ومقيمة وعايزة تسجل، لكن يتأخر فتح طلبات الشراء وتقويم أوضاع هؤلاء الناس مما يهدر على الدولة أموال طائلة. معرفش إيه الفلسفة في ذلك، ايه الفلسفه في تاخير اصدار القرار، في حين ان الامر درس من المحافظه في ايام السيد رئيس الوزراء الباشمهندس ابراهيم محلب، وكان اصدر موافقه مبدئيه في واتعرض في جلسه 24/6/2015 جلسه مجلس الوزراء، وتمت الموافقه عليه وارسل لوزاره التنميه المحليه لحين صياغه قرار فتح باب طلبات الشراء وتقنين اوضاع الحائزين، والى الان لم يصدر هذا القرار. وذكرنا الموضوع دوت في اجتماعنا مع رئيس مجلس الوزراء، وقلت له بالحرف الواحد يا سياده الرئيس ما عليك بتدور على قروض والفلوس موجوده، وده قياس على جميع محافظات مصر وليس محافظه مطروح فقط. انا لما اختلطت مع الساده النواب في المجلس وجدت ان هذا الامر ليس بمحافظه مطروح فقط، ولكن في جميع المحافظات بتشتكي من وضع فتح باب طلبات الشراء وتقنين اوضاع الحائزين. النهارده المواطن حاز قطعه ارض وبنى فيها واصبح موجود، جميع المرافق متوصله له كهرباء من ميه اذا كانت المرافق متوفره، واصبح مقيم بيقول للدوله كل يوم يا دوله تعالي خدي حقك، الدوله بترفض. دي علامه، انا عايز علامه استفهام وعلامه استفهام كبيره جدا. ده اللي كان على راس الموضوعات. كان برضه عندنا تعديل حدود كردون مدينه العلمين علشان يبدا من كيلو 94 شرقا لكيلو 115، وده بعتت بيه المحافظه خرائط. وكانت التوصيات الاجراءات اللي كانت مطلوبه من يعني المحافظه بترد بتقول الاجراءات المطلوبه ايه، لان التقرير اتبعت للمحافظه، المحافظه شوفي الموضوعات دي انت عملتي فيها ايه. فكانت محافظه بتقول المطلوب قيام وزاره الاسكان والمرافق والهيئه العامه للتخطيط العمراني وهيئه المجتمعات العمرانيه الجديده بدراسه مدى امكانيه تعديل قرار جوله رئيس مجلس الوزراء رقم 221/2022 لسنه 2015 ودراسه الكردون المقترح
من النواب، يعني كان كردون مقترح من اللجنة ومن المحافظة، لأن في ناس مقيمة. يعني حضرتك عايز تقول لي، حضرتك عايز تقول لي يا سيادة النائب إن ولا توصية من التوصيات اتنفذت أو اتفعلت؟ ما هو هنا التقرير يا فندم اللي موجود عندنا، اللي موجود معايا، اللي معايا نسخة منه دلوقتي أنا قدام مني وأنا بتكلم حضرتك، عبارة عن مخاطبة تمت من وزارة التنمية المحلية للمحافظة. جميل جميل جميل. المحافظة ترد. جميل. المحافظة ترد، بس المحافظة ما المحافظة وضعها زي وضعنا. المحافظة عايزة 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 مين اللي بينفذ؟ اللي بينفذ مركزي. فاهم فاهم. المركزي ما بيعملش حاجة. تمام، أنا بشكرك شكرا جزيلا سيادة النائب سليمان فضل عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح.